هل تستطيع أن تعيش بدون رأس؟ بعض الكائنات الحية لديها مثل هذه القوى العظمى. مثلا يستطيع الصرصور أن يعيش بدون رأسه لمدة تصل إلى 3 أسابيع تقريبا، ويمكن أن يستمر رأس الثعبان المقطوع في العمل لمدة 12 ساعة تقريبا. تساءل العلماء عن كيفية تفاعل الحيوانات الأخرى مع قطع الرأس، مثلا الثدييات. لذلك اتخذ بعض العلماء الهولنديون في عام 2011 قرارا بالتجربة على الفئران، ولدهشتهم العظيمة اكتشفوا نشاط الموجات الدماغية للحيوان بعد قطع رأسه. وهذا يثير سؤالا فضوليا جدا، هل يحدث نفس الشيء للإنسان؟ بالطبع لم يتم إجراء مثل هذه التجارب لقطع الرأس رسميا على البشر، لكن هناك بعض الذكريات لشهود عيان فيما يتعلق بعمليات الأعدام بالمقصلة يمكن أن تكون بمثابة حجة للنظرية القائلة بأن الدماغ قادر على العمل حتى بعد الموت. لطالما اعتبرت المقصلة أكثر طرق الأعدام إنسانية، في ألمانيا مثلا تم حظرها منذ 44 عاما فقط. كانت آلياتها تهدف إلى إنتاج الموت الفوري عندما تمر الشفرة عبر الرقبة، فإنها تشق الحبل الشوكي وشرايين الدم. ولكن وجدت بعض الحالات عبر التاريخ والذي تجعلنا نشك في أن المقصلة كانت إنسانية كما يقولون. يبدو أن هذا ما أكده الحادث الذي وقع في فرنسا في عام 1905، حيث تجمع الناس لمشاهدة أعدام هيرو لانجل الذي حكم عليه بالأعدام بقطع الرأس. في فرنسا كان ينظر أيضا إلى طريقة معاقبة المدانين على أنها نوع منفصل من الأحداث الترفيهية. عندما سقط رأس هيري المقطوع في السلة، لاحظ الناس أن عينه استمرت في التحرك. هناك خياران فقط، إما أنه كان تشنجا محتضرا أو أنه استعاد وعيه حقا. في تجربة العلماء الهولنديين مع الفئران تم التقاط هذه اللحظة بواسطة مخطط كهربائي للدماغ قاموا بتوصيله بدماغ الحيوان. أظهرت نتائج قياس الحفاظ على نشاط الدماغ عند ترددات المستوى الواعي، وقد استمر لما يقرب من 4 ثوان بعد قطع الرأس. وبعد ذلك في غضون دقيقة تقريبا تحركت موجة كهربائية كبيرة ببطء عبر أدمغة الفئران. اتضح أن مثل هذه الموجة يمكن أن تظهر في رأس هيري الذي استمرت عيناه في التحرك حتى بعد قطع الرأس. لكن ما الذي تسبب في ذلك؟ الشيء هو أنه من بين المتفرجين على أعدام هيري كان هناك طبيب اسمه جابرييل بوريو. غالبا ما كان يحضر مثل هذه الإجراءات بدافع اهتمامه الطبي، ومن ثم يعاملها بشكل غير سلبي. ولكن ليس هذه المرة. عندما لاحظ الطبيب أن وجه الرأس المقطوع حديثا بدأ بالارتعاش، دعا هيري باسمه. هذا عندما نظرت عيون الرجل الذي تم أعدامه في عين بوريو مباشرة. اتصل به الطبيب من جديد، ونظرت عينا هيري إلى الطبيب مرة أخرى. من المحتمل جدا أن يكون بوريو قد خلق حافزا عاطفيا أثار نشاط الموجة الدماغية للرجل المتوفي، ولكن ماذا لو بمساعدة محرضات إضافية يمكن تمديده؟ حقيقة أن الدماغ البشري يمكن أن يعمل حتى بعد قطع الرأس تؤكده حالة غريبة أخرى تتعلق بالمقصلة. حدث ذلك أثناء الثورة الفرنسية عندما تم أعدام فتاة نبيلة تسمى تشارلوت كورداي، لدهشة الجمهور العظيمة بعد أن قطع النصل حلق المرأة. اتخذ وجه تشارلوت تعبيرا غاضبا مع احمرار الخدين بشكل واضح. يمكن تفسير رد فعل الرأس المقطوع من خلال تجربة روبرت كورنيش، عالم فيزيولوجيا أمريكي اخترع طرق للحفاظ على الدورة الدموية في الجثة. لتحقيق ذلك فقد استخدم طرق غريبة تماما. حقن مضادات التخثر والأدرينالين مع هز الجسم على لوح متأرجح لهز الدم، لكنها نجحت، بل وساعدت كورنيش في إحياء كلب ميت. كيف يرتبط هذا بتشارلوت؟ حكم جلاد الفتاة بأن عقوبة الأعدام ليست بكافية، فرفع رأسها المقطوع من شعرها وصفعها بسخرية على خديها. قد تكون الصفعات بمثابة حافز جسدي لجعل الفتاة تستعيد وعيها لفترة قصيرة. ولكن ماذا لو تم توصيل رأس مقطوع بجسم ما بينما يستمر نشاط الموجات الدماغية الخاصة به؟ حتى الآن تبدو مثل هذه العمليات مستحيلة، لأنه في الجراحة لا توجد طريقة ما لاسترجاع توصيل الحبل الشوكي المقطوع. المشكلة هي أن لديها عدة أنواع من المسارات العصبية، ولا أحد يعلم كيف سيعيدون أنفسهم معا. يشرح مايكل سار، وهو جراح سابق في مايو كلينيك في مينيسوتا ومحرر مجلة الجراحة، باستحالة زراعة الرأس مثلا حول كيفية تماسك أعصاب الذراع معا.
إذا تم بطر معصمك ثم إعادة توصيله فستتمكن من استعادة قدرته على العمل بالكامل، ولكن إذا بترت ذراعك فلن تعمل بعد الزرع. في الطرف المقطوع يكون العصب ميتا بالفعل ولا يمكن استرداده، ويمكن للعصب الحي المتبقي في الجسم أن ينمو فقط في قدم واحدة. لا يكفي أن يستعيد الرأس جميع وظائفه بعد الزرع، نتيجة لذلك يتوقف نظام القلب والأوعية الدموية عن توصيل الأكسجين والمواد الأساسية الأخرى إلى الدماغ. في غضون ثوان يتوقف عن العمل، لكن هناك جراح لا يعتقد هذا، يدعي أنه يستعد للشروع في عملية زرع رأس بشري فورا. إنه سيرجيو كانفيرو، الجراح الواقعي المثير للجدل والذي يتمتع بسمعة مشكوكا فيها. رغم كل المحظورات يقول الطبيب أنه أجرى بالفعل عملية زرع رأس على قرد، ووفقا له كانت هذه العملية ناجحة ويمكن للحيوان أن يمشي. يستعد الطبيب الآن لفعل نفس الشيء للإنسان. لا يكاد أي شخص أن يؤمن بنجاح جراحة الحيوان الخاصة به، لذلك عارضت المجتمعات الطبية في أمريكا وأوروبا المشروع الخاص به، ولم تمنح الطبيب الإذن لإجراء مثل هذه التجربة مع البشر. لكن سيرجيو لم يستسلم، لأنه ذكر أن عمليات زرع القلب واليد والوجه كانت تنظر إليها في البداية بنفس الطريقة، حتى أنه وجد متطوعا وافق على أن يكون أول من يقوم بعملية زرع رأس كاملة، بالرغم من المخاطر العالية لحدوث نتيجة مميتة أثناء العملية. وكان ذلك شخص فاليري سبيريدينوف، مبرمج روسي يعاني من ضمور عضلي نخاع خلقي، وهو اضطراب يضعف العضلات ويسبب مشاكل في الحركة. لكن في آخر لحظة رفض فاليري العملية، ثم قرر كانفيرو وضع خطته موضع التنفيذ بمساعدة شخص لن يرفض أبدا. وهكذا وبتوجيه من الطبيب نجح الجراحون الصينيون في نقل رأس شخص ميت إلى آخر. كانوا أول من أجرى مثل هذه العملية في العالم. تمكن الأطباء من ربط العمود الفقري والأعصاب والأوعية، ووفقا لما قاله كانفيرو فقد كانت بروفا قبل زرع رأس لشخص على قيد الحياة. علاوة على ذلك فقد وضع بالفعل سعره عند إجراء هذا الإجراء، حيث تكلف حوالي 100 مليون دولار. لذا إذا لم يكن لديك هذا المبلغ من المال في البنك الخاص بك فاحذر وراقب رأسك جيداً.